جرائم القتل كثيرة، ونسمع من يقول أنا ما قتلت، والآخر يقول أنا قتلت واستحق عقابي، بس الأكثرية دائما يقول لم نقتل. اليوم واحد من أخواننا اللي أخطأوا في حياتهم، الخطأ وين ما تدري، وهم يقول أنا ما قتلت. طبعا أنا طلعته من داخل الزنزانة وجبته هني في هذا الملعب، ملعب الكرة اللي يلعبون فيه، قلت بشوية بغير، لما نغير هالروتين، ولكن احنا لا نزال في السجن المركزي ولا يزال هو في محبسه، ولكن غيرنا المكان. نبي نسأله السؤال المعتاد، ايش حق انت هني؟ شنو جريمتك وشنو عقوبتك؟ مسى عليك بالخير. هلا والله فيك. شايبك هني؟ شايبك داخل السجن؟ يا ابني اصحاب السوء. اصحاب السوء، يعني عندك صديق وهو اللي قطك هني في المركزي من الاخير؟ اي نعم، ثلاث اصدقاء احنا بقضيه واحده. ايه؟ قضيتنا قتل عمد في غزه السرقه مع استخدام العنف. مصري مسيحي عمره يمكن 53 سنه. شافوه بالشارع، طقه وسلبوه توفى. الصديق هذا فيه بيني وبينه امور خربطه كانت. بس انه بوقت الجريمه ولا بوقت السالفه هذه انا ما كنت وياه. وعندي اوراق تثبت ان انا في تاريخ الجريمه 3/12/2005، وانا دشيت الطب النفسي من تاريخ 27/11/2005، ما طلعت الا 28/12/2005. يعني تقول لي وقت ارتكاب الجريمه كنت في الطب النفسي؟ في الطب النفسي، وعندي اربع دكاتره شاهدين معي. اثبت، عندي اوراق، اوراق رسميه. اي نعم، اوراق، يعني هذا مو مستشفى خاص الطب النفسي. لا، مستشفى حكومي. مستشفى حكومي. نعم. وبيت تمويل، مالت بيت التمويل. نعم. مستشفى ليدي، وعندي اوراق، واربع دكاتره من مدير المستشفى ليه دكتور الجناح موقعين اوراق ان انا بالوقت هذا كنت داخل المستشفى. ليش وجه لك تهمه القتل؟ بالنيابه العامه. تدري شنو القضيه؟ قلت له اللي عرف انها سرقه. قال لا، قضيتكم قتل عمد في غزه السرقه مع استخدام. تحولنا المركزي 21 يوم. فجبت الاوراق هذه وقدمتها ما فقت، انحكمت مؤبد. ربعك معترفين عليك ان انت مشاركهم بالجريمه؟ اي نعم. الاثنين معترفين يقول هذا ويانا؟ اي نعم، معترفين علي، وفي واحد فيهم معترف علي، وواحد ثاني معترف علي قدامي وكيل النيابه اني انا مشاركهم بالجريمه. وانت مالك شغل في الموضوع؟ مالي شغل بالموضوع كله. والمشكله انهم جابوا التنازل، جروا 10 سنين، واحد فيهم وطلع. واحد منهم طلع؟ طلع، جاب تنازل. ايه؟ عامل مصري دفع له فلوس. وجاب تنازل وطلع. زين. وانا المصري قاعد اكلمه، يعني في بيني وبين اتصال، وطالبين علي فلوس تقريبا 10,000 دينار. زين. وقاعد نكلمهم. طبعا تدمرت زياده بالسجن الامور، وصار حكمي مؤبد زائد 18. انحكمت غير المؤبد 18 سنة. من ضمنهم في قضيتين سرقه يوم جيت مع القتل، قضايا ضد مجهول هذه انحطت. صارت معلوم. يعني القضيتين اللي كانوا ضد مجهول لما مسكت انت وانحطيت في المركزي صارت معلومه. نزلت. ونزلت عليك الاحكام؟ نزلت. واحده فيهم انحكمت 5، واحده انحكمت 7، والباقي كلها قضايا سجن، حريق، صاجه، تعاطي مخدرات، ادخال ممنوعات. يعني انت الحين عندك حكمين. مؤبد بالقتل، وعندي مؤبد، عندي 18 قضايا سجن من ضمنهم. يعني انت حتى لو بتجيب التنازل الحين مال القتل اللي انت تدعي انك انت ما قتلت، و 18 سنه ايش بتسوي فيها؟ في تداخل قضايا، في دمج، في نظام دمج. الكبير ياكل الصغير، يعني الحكم مثلا المؤبد انا جار 13، اقدم التنازل اطلع. وانا ما عندي الا والدتي برا، وانسان راضي، والدتي مو متعلمة ولا تعرف شيء، يعني أقول لها روح إني تروح الله يجزاها خير وتسوي لي كل شيء أبيه، يعني بس ما في حل. تزورك والدة؟ نعم، الحمد لله. إيه نعم. أنت طبعًا مو متزوج؟ لا مو متزوج. أنا دشيت السجن عمره 21.5، مواليد 83، صغير. إيه. قضيت يعني فترة طويلة داخل السجن. إيه. كنت تتمتع بالحرية برا، كنت حر، طليق، تدش وتطلع، ما حد يقول لك وين رايح، على راحتك. وانا قاعد اقول لك والله عندي اوراق تثبت، اوراق موجوده عند والدتي، وفي اوراق عند المحامي كان موجود. يعني
يعني أنا الحكمت مؤبد قاعد الحين أنا قاعد أجر 13 سنة والله بقضية ما بس عندك فيها. أخطاء أخرى أكيد في أخطاء كثيرة أكيد هنا نعم. يعني السلب والنهب والطيق والحريق ومش عارف إيش نعم. وهالأمور هذه كلها عندك يعني مشاكل إيه نعم عندي مشاكل. صلي والله لا ما صلي ليش ما تصلي ليش يا أيوب أصلي وأقطع والله صلي ماكو شيء اسمه أقطع خليك قريب من الله سبحانه وتعالى عشان يعني الله ينجيك من ما أنت فيه من البلاوي اللي جبتها يعني هم عندك بلاوي وعندك مؤبد وعندك 18 سنة وهم بعيد عن الله سبحانه وتعالى خليك تقرب من الله سبحانه وتعالى حافظ على الصلاة النوافل احفظ القرآن ينجيك القرآن يعني ما أدري يعني أنت الحين يعني بعيد عن الحرية وبعيد عن الله سبحانه وتعالى لازم نشوف لك حل أنت حل الحين آني الحين تروح تيدد وتصلي الظهر تصلي العصر تبديد خلاص يومك كله تبديد بصلوات وتصلي صلاة الفير صليت الفير يوم لا لا تروح تصلي بعد شوي تطلع الحين تتيدد تعطي نفسك عهد ووعد أنك أنت تروح تصلي الفجر اللي طافتك تصليها قضاء وتصلي الظهر وبعد شوي ندش احنا بصلاة العصر تصلي العصر ان شاء الله وتلتزم تقرا قران ما حد راح ينجيك غير الله سبحانه وتعالى ثق تماما اللي انت فيه هذا من المعاصي اللي سويتها في حياتك الحين قاعد تدفع ضريبتها داخل السجن المركزي هذا عقب ما تصلي هذه الرساله راح توصل نقول عسى الله يفك عوقك ان شاء الله يا رب ويخفف عنك ان شاء الله ويصبر قلب والدتك وانا ادري انك انت لا ليلك ليل ولا نهارك نهار ودك تروح تشم ريحة الوالدة أنا عارف وحاس فيك ومقدر في اللي أنت فيه لكن خلك تجري بنا الله سبحانه وتعالى وصل والتزم إن شاء الله يلا نشوفك على خير.